منت موش انت، روحوا للعجب واحد اخر ولا غير عجب، اعطيني الفيديو الاول والله غير عجب، تبعوني فيديو الاول. فوالا شوفوا هنا، هنا نذكركم في انهارات الكورونا، انهارات الكورونا، المشاكل تاع الكورونا نعرفوها كاع، ما كلها باش نضيعوش الوقت. هاتلك هنا الكورونا، هنايا راه توزيع البطاطا مجانا، وانا حضرت فيها انا وراه كلش موثق. البطاطا توزعت في العاصمه، توزعت في البليده، توزعت في المديه، الاف القناطير، مئات القناطير هالك بشهاده الدرك الوطني والحمايه المدنيه والسلطات المحليه. هاي البطاطا توزع في البليده، في المديه، في العاصمه، في وقت الكورونا، باطل باطل مجانا. شكون يوزع فيها؟ مستثمر فلاح شاب من المديه، مستثمر فلاح شاب في المديه في عمره 34 سنه. ها احبس احبس، هذا الشاب هذا المستثمر راك تشوفوا فيه 34 سنه، وزع 1200 قنطار بطاطا في سبيل الله في الضربه تاع كورونا. اطلق عندنا منتوج وفير. احنا المبادره هذه درناها لوجه ربي ان شاء الله، ان شاء الله بربي يرفد علينا البلاء هذا، وعلى المبادره على الاحتكار السوق للناس تشري ب 2000 فرانك تبيع البطاطا ب 11000 12000، حاجه عيب، حاجه عيب. مسكين الزواري كاين اللي ما عندوش، مسكين ما تبعش ياكلها، كاين روح كاين زواري ب 2500 ما يقدرش يشري. احبس احبس، هذا الشاب المستثمر اللي سير به 1200 قنطار وربي راه يشهد قبل كل شيء مجانا، وحنا رافقناه، رافقته قناه النهار وقنوات واحده اخرى والسلطات على بالها الامنيه والاداريه وعلى بالها كاع. هذا الفلاح واش صرالو باش يكافئوه والله يعاونوه والله يدعموه؟ يصابوطوه علاه؟ لانه فيه الخير. يصابوطوه، عيط لنا يشتكي. انا ما امنتش، قلت راك تكذب، قال لي والله العظيم راني مصابوطي. اعطيني فيديو، قول لي شحال عندك. احبس احبس، هاوليك هاوليك، هذا هو الشاب اللي كنا نشوفو قبيله سير به 1200 قنطار بطاطا، قلنا بلاك يدعموه بلاك يعاونوه، هوقف مد 1200 قنطار بطاطا. وفلاح مش تاجر ولا مهرب ولا فلاح تاع الارض تاع بطاطا. هاتلك المنتوج شحال عندك في العام تنتج من قنطار؟ حوالي 70000 80000 قنطار نتوها في العام تقريبا. تقريبا 70000 80000 80000 نتوها في العام. راه عندي بالك واحد حوالي 200 خدام. خدام يسمى تنتجوا البطاطا وعندكم الفريقوات؟ عندنا الفريقوات وننسوا، عندنا الاخر رانا دوك رانا غارسين حوالي 300 قطار بطاطا، هذه الموسميه هذه تاع الصيف. يسمى ما عندناش، ما عندناش مشكل في رمضان هذا شهر. لا ما عندناش مشكل، كاين البصل، راه عندنا البصل في الفريقوات، راه عندنا البطاطا في الفريقوات. خلينا نحيو، خلينا نوي صقيه. صح مازال الخير. قول لي وشنو العراقيل راكم تشكو من العراقيل؟ واش من العراقيل اللي كاينه تشكو منها؟ العراقيل رانا نشكو منها الطريق، هنايا عندي الطريق راني انا خدمتها، راه عندي بالك خصصت عليها قريب 200 مليون. كيف الطريق فاهمنا؟ الطريق هذه اللي تدخل الفريقو عندي هنايا، انا يوم الاخر خسرت عليها 200 مليون. ودوك جات لقيت لك البلديه نواسوها نخدموها، جابوا لي بلاز هذيك مسحوها خسروها لنا، راهم عندنا الكماين ما يقدروش يدخلوا لهنا كاع. عندي ربع كمان لو البارح باتوا هنا كيما كان الشتاء، عندي هاد الربع ايام ولا خمس ايام باتوا في الضفه. سما انت الطريق اللي دخل الفريكو خدمتها؟ خدمتها وجا وخسروها وقال لك نخدموها وما نتوعها. هدرنا مع شاف الدايره قال لك يا ودي دوك نلقاو لها حل، هدرنا مع هذا قال لك يا ودي دوك نلقاو نخدموها، يقول لك ايه ايه ويروح. زيدوا عراقيل واحد اخر راهي في طريقها. عراقيل ثاني راه عندنا واحد، راه عندنا ثاني مشكل، ثاني مشكل مع التوسعه. تاع التوسعه؟ ايه تاع التوسعه عندنا مشكل ثاني التوسعه. انا فريكو راه عندي، شوف راني كاري في المنديه، مزت لك في المنديه، انا عندي حوالي 800 قطار، انا بطاطي من نديها للمنديه نحط هذه ما فكاش منها. انا راه عندي حاطه راني باش ندير. سمع انا عندك توسعه؟ راه عندي التوسعه، هي هي راني درت التوسعه، وكي نروح للمديريه تاع الفلاحه يقول لي ابني 200 متر، انا 200 متر انا شمبرا راح نرقد فيها. ها؟ انا 200 شمبرا 200 متر ما نرقدش فيها. هذه يقول لي انا ما نمدلكش، وراه عندي التوسعه هنايا، ما عرفت لا نخدم ولا نحبس. والله ما انا نرقدوا الليل ولا النهار، من نروح للمدارة يقول لي اصبر هذا الاخر. انا قدام خطره رحت لمدير المصالح فيها الدوسي تاعي راه ثم، قال لي عندي واحد خمس ايام ولا ايام، قال لي واش كل قال لك هذه هي خط وعندي رخصه وعندي قرار انشاء، قرار انشاء ما كانش يعوز عليك. قول لي هذا الاستثمار راك دير فيه من كش ما عندك تمويل بنكي ولا قرض ولا والو؟ ما عندي لا بنكي لا تمويل لا والو، كلش نبنوا مرزاقنا. تسمع وراه مازال رانا نخدموا ورانا
ما ناش نرقدوا ندخلوا 12 تاع الليل الوحده تاع الليل. قلت لك عندي 4 ايام 5 ايام مع كمين اللي هي انا الغروقات اللي هنا الغرقه لهم. لا هذه انا راه جبت لهم العشاء مساكن ما كاش خدام هذا. سمع عندك مشكلة تاع الطريق هنا يعني. عندي مشكلة تاع الطريق، عندي مشكلة تاع التوسيعه، عندنا مشاكل بزاف، عندنا مشاكل بزاف. ايوه هذه هي. قول لك رساله اللي متوجهه موجه للسيد الوالي يجي يشوف لنا عن الاعتبار هذا الاخر. وعندي مستثمر انا يا مستثمر انا من 2009 ما سووليش الوضعيه تاعها. هاي ورا هاي ورا ملي يحلوا حباطه ما سووليش من نروح لهم. احبس 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 على الوقت احبس على الوقت. واحد كيما هذا الشاب لو كان جا شيخ كبير بالك والله ما يا شاب راه حاب يخدم مع خاوته شباب حابين يخدموا عليه تصابوطي على جال الطريق. خليه يخدم الطريق ولا خليه يخدم الطريق. حاب يوسع الفلي خليه يوسع يا اخي راه يخدم يا اخي. ماوش يسرق يا اخي ماوش يهرب او يخدم ثاني الخدمه ما تخلوهمش يخدموها. ان شاء الله السلطات المحليه والمركزيه تشوف العين الاعتبار. السلطات تاع لا 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 تاع السدريه تاع المديره ما هبطي نضرب اضرب زيد واحده اطلق اطلق.